السلام عليكم، اهلا وسهلا زبائننا الاعزاء من متابعي صفحه ميزان الذهب لمواد التجميل والعنايه بالمراه، وياكم حيدر درب. اليوم عندنا ورشه عمل وتبين لكم هذه الميليكانه. اشتغلنا بالميليكانات هوايه، جبنا ميليكانات مال قصات، جبنا ميليكانات مال تسريحات، جبنا ميليكانات يعني مجموعه كبيره. دائما نشتغل بالميليكانات ونسوي عروض عليها. اليوم جايبيكم ميليكانه شعر طبيعي، سمعتوها؟ ميليكانة شعر طبيعي، يعني هذه الميليكانة تنصبغ وتنقصر وشسوار وكيرلي، يعني كلهم هذه، يعني خليني راح اسوي لكم تجربة عليها اليوم حتى تكون قدامكم ومضمونة، يعني من تاخذوها وتدفعون فلوسها، لان هي اصلا بصراحة مو رخيصة، زين يعني سعرها شوية غالي، لكن حتى نسوي تجارب انتو او المدربين مراكز التجميل معاهد التدريب للكوافيرات من ياخذون هذا يكون عندهم ثقة عمياء انه هذه الميليكانة خاصة بالتسريحات وبالشسوار وبالصبغ وبالقصر كله. احنا البارحة او قبل يومين صراحة قصرنا هذا الشعر بصالون الارجوان، كانت كوافير نونا الله يحفظها قصرت لنا هذا ببلوندر وصار هذا اللون من الميليكانة. وعن ميليكانة طولها تقريبا 85 سنتيم، شعرها كثيف، يعني مو خفيف، شعر كلش كثيف. احنا سحبنا هاي الخصلة، لكن اليوم احنا ايش راح نسوي؟ سوينا هذه الفيديو من قصرنا بالبلوندر كوافير نونا، ما اخذنا سوينا فيديو، فقط طقينا صور. اليوم راح لا، اليوم راح نسوي لكم مباشر، يعني راح نقصر احنا مباشر. راح نستخدم عندنا هذه عصارة سلكي، هو العصارة السلكي خاصة، طبعا هواي اكو عصارات مال قصر وسحب كلها للالوان، هذه العصارة لا، جاية خاصة للحنة والأسود والألوان. وراح نستخدم أكسجين بارد، لأن هذا ميلك يعني بالحليب، راح نسوي الخلطة هنا زين. المقادير كالآتي، طبعا هي احنا نقول كيلة بلوندر أو كيلة من العصارة هذه زين، وكيلتين أكسجين. المقدار هي كيلة من العصارة وكيلتين أكسجين، وراح نقصر هذه الخصلة قدامكم ونشوف شنو راح تطلع النتائج. هاي العملية نجريها على مود تكونوا عندكم ثقة بالمنتج اللي أخذتوه بالميليكانة، من نقول لكم شعر طبيعي وتتحمل قصر، بالتالي نطلع الدرجة يعني اللي نريدها احنا، ومن ثم بعدين نصبغ اللون اللي نريده. يعني هسه احنا إذا قصرنا للسبعة راح يطلع أورنج ونريد نصبغ عليه، أو قصرنا لدرجة 8 أو 9 أو 10 زين، راح وراها نعرف او نقدر نصبغ اللون اللي نريده. سوينا ورشة عمل هنا حتى تصير شغل قدامكم.
راح نترك هذه الخصلة 45 دقيقة ونوقف التصوير، وراها نجي نفتح ونشوف شنو اللون اللي راح يطلع لنا. رجعنا لكم أعزائي وأصدقائي من متابعي صفحتنا، وراح نفتح مر 45 دقيقة من الوقت، وهسه راح نفتح الخصلة ونشوف شنو اللي طلع لنا من اللون. هسه شهدنا احنا شنو ثبتنا لكم؟ ثبتنا لكم هسه هذه وصلت درجة 7، القصر الأول اللي كان هو كيلة من الأصار السلكي وكيلتين كيلتين أوكسجين رقم 30، درجة تركيز 30. هسه احنا وصلنا درجة 7. إذا نريد قرب الكاميرا، إذا نريد نوصله لدرجة البلاتيني نعيد القصر مالته، نخلي بلوندر أو خلي هاي العصارة كيلة وأكسجين كيلتين، لكن التركيز راح يكون على رقم 20 وننتظره 30 دقيقة راح يطلع لنا اللون البلاتيني. إذن هذه شوف الشعراية بعده شعر قوي، وهذا طلع لنا نتيجة القصر. هسه نغسله احنا. اذا اصدقاء صفحتنا معاهد مدربين، هذه ميليكانه تسريحات، ميليكانه تنقصر وتنصبغ ونطلع اللون اللي نريده، تفيد بتكنيك الالوان، تفيد بالتسريحات، تشتغلون عليها كيرلي. راح تلقوها عندنا ومكتب ميزان الذهب لمواد التجميل والعناية بالمرأة. كان وياكم حيدر درب، أهلا وسهلا بكم.